بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ديالي فاطمة السكاك، أستاذة التعليم الثانوي، فاعلة جمعوية. أنا موجودة هنا في مدينة تازة للمشاركة في موضوع مهم في إطار منتدى تازة الدولي اللي هو كيتعلق بالمواطنة وطبيعة المواطنة. بطبيعة الحال هذه الملتقيات هذه كتخلي واحد يعني الحركية بين الفاعلين الجمعويين وما بين المواطنين داخل هذه المدينة اللي يعني أنا كنعتز بالوجود ديالي فيها. هي أصلا بلادي، أنا من الأصل من البرانس، ولكن مع الأسف جدودنا دخلوا هاجروا لمدينة فاس وبقينا حنا فقط كنتحدثوا على الأصل ديالنا، يعني ما عنديش واحد التواصل مع الناس ولا كنعرفهم. بالنسبة للملتقى، هو ملتقى يعني رائع ناجح بكل المقاييس ديالو، لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية الحضور ولا من ناحية يعني المحاور اللي درست فيه. بالنسبة لي أنا كنت المداخلة ديالي تعلقات بطبيعة المواطنة والسلوك المدني داخل المؤسسة التعليمية. بطبيعة الحال إشكالية كبيرة اللي كتطلب واحد مجهود كبير، كيف ما قلت في المداخلة ديالي على أنه المدرسة المغربية مستعدة تعيد ثقة في نفسها، ولكن على أساس أن يكون الإصلاح الجذري اللي يبدأ من الفوق ماشي من الأسفل. لماذا؟ لأن المناهج، الحصص الدراسية، الاقتضاد داخل الأقسام كيكونوا كيتسبوا في هذه المسألة ديال أنه عدم يعني التمكن منا احنا كأساتذة بإعطاء بلعب هذا الدور اللي هو أننا نساهموا في طبيعة المواطنة. وبطبيعة الحال هذه المسألة هذه ما خصهاش تنحصر هنايا، هذه اللقاءات خصها تستمر خاصة في المدن بحال مدينة تازة، لأنها كتخلق واحد نوع من التنمية، واحد نوع من الحركية اللي كتكون الفائدة ديالها ضرورية، كتخلي واحد الأثر على الناس اللي هما إما كيساهموا إما كيسمعوا. وشكرا للمنظمين اللي تاحوا لي هذه الفرصة باش نجي من مدينة طريبات لأداء هذه المهمة، وإن شاء الله توفقت فيها، وأنا مدعوة للدورة الأخرى السادسة إن شاء الله في السنة المقبلة.